بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم. حياكم الله في اخر برايم من برنامج زد رصيدك. يا سبحان الله، عدت الايام وكان اليوم الضحيه ضحيه البرايم الشاب الصالح المربي حمامه المسجد القطب الخفي فارس القحطاني. كنا والله نتوقع انه من الفرسان الاوائل، ولكن لعل في الامر خيره ولعل في الامر شيء ما يعلمه الا الله، واكيد ما يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ارحب بضيوفي اليوم ونبدا اول شيء بالدكتور. حياك الله دكتور عزيز. حياك الله والله ابو فزاع، وحيا الله اخواننا الموجودين هاني واخوي عبد الخالق. الله يحييك. اليوم والله شوف انا اقول لك، اليوم صراحه حزننا على خروج فارس. فارس انا كنت من الناس اللي مرشحه للفوز صراحه. عنده ما شاء الله، عنده ثقافه، رجل فارس من اسمه فارس، لكن اليوم قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله على كل حال. معنا ابو شوق. حياك الله يا ابو شوق. حياك الله. انا عنزي. حياك الله. يا مرحبا. كيف شفت البرايم اليوم؟ والله انا حزين جدا. هذا يمكن خلينا نقول اكثر البرايمات حزنا، ويمكن اللي ما خرج، اللي خرج مو بس فارس، يعني خرج فارس، خرجت القياده، وخرجت خرجت مجموعه من القيم، شاف فيهم خير وبركه، لكن فارس كان شيء اخر. الحزن اليوم برضو على الشباب جميعا. كان في بعض الناس لما تقول في مجموعه تحبها اكثر فتحزن لها اكثر، اليوم الجميع حزن لان الجميع يحب فارس. من على قولت الاسبوع الماضي عبد الكريم، من حارس القريه الى الاستاذ سامي، الجميع اليوم حزين على فارس. عبد الخالق. الله يصبحكم بالخير، ويجوز لي ان اقول يوم ان ختام البرايمات ختام مسك. يجوز لي ان اقول هذا لان فارس مسك، والرحل فهو مسك، وبقى رائحة المسك وبقايا طيبته وأخلاقه وتفاعله. على فكرة فارس أنا بالنسبة لي أول برايم يكون خارج توقعاتي تماما. تفاجأت. من توقعت؟ ولا كنت أتمنى أنه يكون موجود. يعني من توقعت؟ كانت اليوم كان توقع بتساوي الأمانة، بس توقعتهم كلهم البرايم كانوا برايم يعني. لكن ما توقعت ان الخروج من البرنامج يكون فارس قحطاني يعني ابدا. كان خارج توقعاتي لسببين. انه فارس بس بعطيك نقطه وكمل. كنت توقع الخضيري برايم؟ ايه. وزياد كنت توقع برايم؟ ايه. والوهيبي برايم، والباهلي برايم. الباهلي معروف، الوهيبي يعني تقريبا هم حاطين ركن في البرايم يعني. والله اسمع مستاجرين على المسرح. الباهلي الباهلي والوهيبي. الباهلي اي كانوا اساسيين يعني. فارس على فكرة صاحب جهد خفي في القرية ومع الشباب، يعني قد لا يقطب خفي. صاحب جهد خفي بين الأقطاب، قطب بين الأقطاب خفي. لا فارس كان كان له بصمات، ترى يمكن الناس ما يعرفون. ذكروا اليوم الشباب أن فارس كان مسجل أغلب ستريم 2 يعني البث بعد البث. بعد ما ينتهي البث فارس مسك كاميرته وسجل مع الشباب يتكلم معهم وكذا. يمكن عاد احنا نسوي له ملاحقه قانونيه على النشر. بالعكس هذا برنامج له برنامج هنا، وراح يظهر برنامج اخر فارس القحطاني بعد نهايه برنامج رصيد، برنامج خاص فيه بالستريم 2 اللي جهزه، عمل جبار ودائما يوعد المفاجات بعد البرنامج. للامانه فارس يعني له كاريزما خاصه بين الشباب، خروجه صعب جدا ومؤلم جدا وغير متوقع. الغريب اليوم في البرايم شيء غريب جدا في البرايم، اللي هو فارس اللي كان يوجه الشباب انك لا تجازف، اليوم جازف. جازف في شيء ما يعرفه. جازف لانه شاف غيره يجازف. اوكي. لا بس انت الحين معاك في ناس ماخذين مستشار. وانت لو مشى نفس الرتم كان حيصير تعادل بين تقريبا ثلاثه. لانه كان ماشيين نفس الموال. صحيح. من جازف فارس واخطا صار الباقيين يلعبون مرتاحين. وفارس يعني في جميع البرايمات كان ينبه الشباب ويلعب باستراتيجيه عدم المجازفه، ما اعرف اروح المستشار. انا استغربت انه جازف في سؤال انا اعتبره سؤال يعني مو صعب كثير، متوسط، لكن صعب انه يجازف فيه. الله كتب يا مكتوبه له. طيب اليوم في شيء في البرايم عجيب، يعني كان الشباب استغنوا عن المستشار. انا اقدر اقول انها زاد الحرص وزادت الثقافه في نفس الوقت. الشباب البرايم اللي فات يعني كان ممكن كان بين اثنين يطلعون، اللي كان سعود حبيب القلب وعبد الكريم، كان بينهم اثنين وصار يعني زي ما تقول حرص اكثر. سعود الاسبوع هذا اهتم اكثر بالقراءه. الشباب نفس الشيء اهتموا في القراءه. عندي سؤال دكتور. تفضل. وش سر انا اذكر قبل برايم وبرايمين كان عن ايران اغلب الاسئله.
اليوم كانت لا ما كانت عن إيران ولكن كانت عن الأحداث التي استهدفت السعودية من إيران، من ضمنها أحداث الحج في إيران. نعم. وقضايا الإيرانيين، والأسبوع هذا الجولة الأولى عن السعودية ثم الباقي عن المغرب الشقيق. أنا تابعت جميع النسخ اللي فاتت، رجعت تقريبا لها. جمهور أول شيء جمهور المغرب العربي جمهور زد يعني بداية جمهور كبير جدا، صحيح. ما أعطي حقه في النسخ السابقة. جميل. فأنا الحلقة هذه بالذات خصصتها للمغرب العربي فقط. ممتاز. ممتاز. أول شيء نعرف عاداتهم، نعرف تقاليدهم، نعرف بعض المعلومات عنهم. يعني في بعض يعني الشعب، خلينا نقول الشعب العربي والشعب الخليجي، في ما يعرف عن شيء عن المغرب العربي للأسف الشديد. فكانت فرصة أن نعرف معلومات عن المغرب العربي. خلينا أزيد الأرقام، أزيد سمنكم دقيق. النسخ الماضية جميلة جدا، ونسخ يعني بالذات يعني للقائمين عليها وريادية يعني، صحيح. لكن اللي حصل أن النسخة هذه تختلف في كثير من الأمور، وكان مطلوب من الإدارة الجديدة أنها تغير، وغيروا فعلا، تغيير وضع معد الأسئلة من مجتمعنا ودكتور متخصص، كانوا يعني الأغلب من الإخوان والمصريين جزاهم الله خير مجتهدين، ولكن يوم يجي شخص من مجتمعنا ويضع أسئلة شفت تتواكب مع الأحداث. وأيضا احنا ما نغفل دور الأخت انتصار. نعم. الانتصار البشري أظن اي في زد فرصتك وزد رصيدك. جميل. كانت هي معدة طبعا لجميع الأسئلة، وانت تراجع شيء معها. أنا راجع جميع الأسئلة، أي سؤال يطلع في زد بس راس الفريق هنا عند الدكتور. جميل. والله جميل يعني، جهد مبارك يعني. ولذلك كانت الأخطاء قليلة جدا في قضية السؤال، هل هو صح ولا خطأ ولا البرايم. عشان أكون حقاني، البرايم لم يطلع أي سؤال خطأ الحمد لله، لأن يكون حريص جدا على أن يكون المصدر مصدر واحد، ما تكون فيه إجابتين. وطبعا الكتب فيها أخطاء كثيرة طبعا. بعدين عندك استراتيجية واضحة في البرايمات كلها أبو دكتور، أنت عندك سؤال برا الحسبة وسؤالين في الحسبة. نعم. وهذه كانت استراتيجية حلوة يعني. يعني اليوم ترى أنا اليوم جايب سؤال يمكن ما انتبهت له. السؤال الأول، متى استلم الملك سلمان الحكم؟ أنا حطيت 30 فبراير. فبراير عمره ما جاء 30 طبعا. 28 يوم أو كل أربع سنوات 26 يوم. مستحيل المعلومة هذه، الشباب يعتبر لغز لهم. هذا 30 فبراير إلا الموظفين الشركات. لا 30 فبراير أصلا الشهر عمره 30 فبراير ما يجي 30 يجي 28 يوم او كل اربع سنوات يجي السنه الكبيره. شفت انت هذه المعلومه هذه تعتبرها سهله. انا في اخوان يعني شغالين في الشركات مو سعوديين، يسال يقول رمضان في اي رقمه كم في الاشهر الاشهر احنا العربيه؟ لا في العربيه ما يدري شهر رقم 9 ما يدري. والموظفين الحكوميين والطلاب ما يعرفون وش بعد فبراير وش قبل، ولا يعرفون ايامه يعني. صحيح. ولا يعرفون كم 30 28 ما يعرفون. لكن هي طبعا بالنسبه للذكرى الشباب يذكرونها يعني. هي الله يغفر الملك عبد الله السنه الماضيه في زد رصيدك، فاللي يعرف انه في نفس التوقيت زد رصيدك تولى الملك سلمان. اليوم طبعا اليوم 23/1 23 يناير. نعم صح. اليوم كمل الملك سلمان سنه كامله. صادق. طيب معنا اتصال وفي مفاجاه جميله لاخوي فارس. معنا الاستاذ ماجد الصبر رئيس مجلس الاداره او اداره حلويات او الرئيس التنفيذي لحلويات ركن القصيم. استاذ ماجد صباح الخير. استاذ ماجد السلام عليكم. صوتي واضح؟ الو كان الصوت بعيد عنا. تسمعني زين استاذ ماجد؟ مع السماعات الخارجيه مش السماعات. اعطوني السبيكر هنا مو طيب. اوكي تفضل. الخط اظنه انقطع الخط. خلاص نرجع اتصال فيه يا شباب، اعيدوا اتصال في الاستاذ ماجد. احنا ودنا ما نغفل حق فارس يعني. تكلمنا الأسئلة، لكن يعني يبقى فارس من بداية البرنامج كان الشباب كلهم يحبوه. كنت تتوقع يخرج؟ لا نهائيا. احنا يوم من الايام هنا قلنا فارس اسم على مسمى، واسمك قريب انك تكون فارس. فارس يعني. وفاء الخير ان شاء الله. فارس ابدا ما كنت متصور. انا كنت متصور هذا البرايم كل صراحة، برايم الوهيبي، برايم زياد، سلمان. ايه؟ لانه سلمان قلت على النظام مو كل مرة تسلم الجار. انا سلمان كنت مستبعده، ما شاء الله سلمان حتى في برايم ذا كل الاسئلة جاوبها، كان هادي، رحت المستشار روح ذكيه، بغامر سؤال واحد ولا سؤالين صح؟ اللي جاوبها مباشره هو كان يعرفها. لا جاوب كم سؤال مباشر؟ شوف سلمان انا سلمان انا مستبعد استبعاد انه يطلع البرايم هذا لسبب واحد. حتى سلمان عرف معد الاسئله كيف يحط الاسئله. وايضا في ثلاث اشخاص تخاف عليهم في البرايم الاخير اللي هم راجح ومخلد ومعاد، هذول الثلاثه ما دخلوا اي برايم. طيب رجع لنا ماجد الصبر. استاذ ماجد صباح الخير. اهلا صباح النور، صوتي واضح الان؟ يا سلام، اوضح من الوضوح، حياك الله وسمعنا العلوم الزينه.
الله يسلمك. اولا امسي على ضيوفك الكرام. الله يعطيك العافية. والحقيقة الليلة ليلة حزينة على مريدين بدرصيدك، وأنا واحد منهم. وأحب أعلن عن شغلة الليلة هذه إن شاء الله بإذن الله، نغتنمها الفرصة هذه ونرحب فارس القحطاني عضو من أعضاء الشركة عندنا. ما شاء الله. كيف كيف؟ وعندنا وظيفة الحقيقة المنطقة الجنوبية، ونبغى يكون فارس أحد أعضاء الفريق الموجودين عندنا إن شاء الله. يستاهل يستاهل والله. ما شاء الله. نعم الرجل والأمين والمخلص والعملي رجل، يعني نعم الاختيار يا شيخ. والله أبد، هذه أقل شيء، وإن شاء الله بإذن الله يكون بيننا لقاء وننسق الأمور إن شاء الله. يعني في عرض راح تقدمونه فعلا مكسب لأي شركة. وضح لنا، وضح لي الآن وش اللي بيصير بالضبط؟ وظيفة؟ الآن الحقيقة أن عندنا وظائف شاغرة في المنطقة الجنوبية تحديدا في خميس الجيب. نعم. وإن شاء الله نطمح أنه فارس يكون أحد أعضاء الإدارة هناك. يستاهل. طبيعة الحال راح نتقابل إن شاء الله ونحدد الأمور، وإذا إن شاء الله الله كتب يكون أحد أعضاء الموظفين في الشركة عندنا بإذن الله. أستاذ ماجد أنا أهنيكم على اللي قاعدين تسوون، هذه مسؤولية اجتماعية سواء شئتم أم أبيتم، مشاركتكم توظيف الشباب السعودي وتفاعلكم ودعمكم برامج الإعلام الهادف أو القنوات الهادفة، أهنيكم صراحة. ولو أنكم عندكم مسؤولية اجتماعية لكنها أيضا خفية، ما تحبون تعلنون عن كثير من مشاريعكم ودعمكم للتحافيظ والمدارس الخيرية وكثير من الأمور، أهنيكم وشكرا يا أستاذ ماجد. شكرا. الله يسعدك، ومهما فعلنا يبقى جهد مقل، وإن شاء الله نطمح الأفضل والمزيد إن شاء الله. يعطيكم العافية أبو شوق. أنا كل ثقة أن العرض مغري يا دكتور ولا يا أستاذ ماجد. أستاذ ماجد قطع. قطع. أنا كل ثقة أن العرض يستاهل فارس، وإحنا سمعنا منهم إن شاء الله ركن قسيم راح يقدمون العرض إن شاء الله يوافق عليه فارس ويكتب الله بينهم خيره، وهذا يمكن أول عرض يجينا المتسابق بعد خروج إبراهيم. هو بالتحديد قال، بالتحديد يعني قبل الهواء كان بيني وبين اتصال، قال بالتحديد إذا فارس ما يبغى، يعني هذه أفضل وظيفة في القطاع الخاص إلا إذا الرجل يغلب في القطاع حكومي، لكن حنا مقدمين لوظيفة. الحين حاليا يستهل. ترى حاليا ترى الناس يمكن فاهمة، في بعض الناس فاهمين غلط إلى الآن، القطاع الخاص هو تقريبا مؤمن نفس القطاع الحكومي. صح. وفق نظام العمل، وفق نظام العمل والعمال، أنت رجل عندك يعني آمن وظيفي، يعني ما عندك، عندك تأمين صحي، عندك كل شيء. القطاع الخاص الآن مكسب ترى الحين حاليا. القطاع الخاص تبدأ من كاشير وفي خلال 3 سنوات تصير مدير لنفس الشركة. بس الآن الآن العرض المقدم لفارس إنه ما يكون بائع، يكون في الإدارة. مدير. مدير. مدير الموارد البشرية. تقريبا في الموارد البشرية راح يمسك إدارة. استاهل. فارس أول ما ذكر ماجد قال نرحب فيه في الإدارة. عضو من أعضاء الإدارة. ولا أتوقع أن الأخ ماجد بيتصل ويقدم له عرض يعني مش مغري. أنا أتوقع إن شاء الله بنا. لا أنا مغري. ركن القسيم مش مغري. ركن القسيم ما دام قدموا سيارة هالكبر. ركن القسيم ما شاء الله يعني هذه عوائدهم في كل سنة تقريبا، ويقدمون الأكبر من كذا. وفارس شخصية تستاهل، وفارس لازم إنه يعني يهتم فيه بعد البرنامج. شخصيته جدا جميلة، انضباطي، صاحب خلق، أمين. بالنسبة لبرايم وفارس القحطاني، سبحان الله فارس ما خان ثقافته ولا خان هدوءه ولا خان البرايم. تعودنا على فارس في كل برايم انه هادي واثق، اجاباته في اشياء كثيره واسئله صعبه كان يجاوبها فارس القحطاني بكل ثقه وبدون الرجوع للمستشار. اليوم خلني اقول انا تقريبا خانت الصناديق والحظ اكثر من قضيه والله انه خانت ثقافته. لا سؤال، لا تسال، لا تسال غير غير من سؤال واحد يعني هو اللي لا الحلقه الاخيره ترى تكون ضغط على الشباب اني خلاص حرام اني اطلع مثلا اخر يوم اخر اسبوع، فكان فيها ضغط. وفارس اللي ضغط عليه اكثر شيء ان الشباب جالسين يجاوبون بدون مستشار، وايضا احاول نجازف، وايضا كان هو اول واحد في الدوره، كان اول واحد في الدوره صح، فكان الشباب يعني هو اللي يسن السنه في النهايه. صحيح. فالناس تبدي، عشان كذا لما اختاروا ضمن رقم 3 اختاروا مجموعه رقم 3. نعم. سنه اختيار انك تختار 3 وكلهم يختارون 3 بدات تتغير الحين. اليوم سمعنا 3 وسمعنا 4 وسمعنا 2، في تغيير في الصناديق، بدوا الشباب يخافون. لما كان في ابراهيم كان كلهم يختارون نفس الرقم. اول مره ما يلعبون بالتكتيك الاول يعني إيه؟ يعني المره هذه يلعبوا بتكتيك مختلف. كل ما تقرب من النهايه كل ما تصير اللعبه جد. هو اتوقع انهم يعني اتوقع ان حسبتهم البرايم ذا اختلفت تماما يعني. لا خلاص. ممكن تتفق ترى، ممكن ما زالوا متفقين، لكن اذا انا جتني اسئله اقدر اجاوب بدون مستشار، عرفت؟
ولخبطت عليهم كلهم. انا شوف انا خلاص الاتفاق صار يعني على فكره بعد نهايه الجوله الثانيه ترى كان في ثلاثه متعادلين. صح. بعد نهايه الجوله الثانيه كان في ثلاثه متعادلين فرقت الجوله الثانيه.